شكرا الكساندرا، صباح الخير لك من جديد، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي يشوفونا من خلال شاشه التلفزيون الاردني. اكيد احنا موجودين معكم من اداره مكافحه المخدرات وتحديدا من المتحف. بجوز احنا مشوار الصباح دائما نطلع بمتاحف اثريه تتحدث عن جمال البلاد، ولكن اليوم احنا بمتحف اثري للاسف الشديد هو افه على وطننا الحبيب. طبعا احنا باداره مكافحه المخدرات مع الرائد انس الطنطاوي رئيس قسم التوعيه والتثقيف. انس بيك يعطيك العافيه. يعطيك العافيه سيدي، وباسم مديريه الامن العام مره اخرى بنرحب فيكم باداره مكافحه المخدرات. يعني شكرا لاهتمامكم. شكرا انس بيك. احنا اليوم بهذا المتحف ما بدي احكي جميل صراحه، هو مؤذي صحيح. ولكن انا حاب نحكي عن اخواننا المشاهدين ونفرج اخواننا المشاهدين عن هذا المتحف، وتحكي لنا عن بعض الاليات اللي استخدموها بعض التجار لتهريب المخدرات. سيدي بنرحب فيكم مره اخرى متحف الملازم اول الشهيد البطل الزميل احمد السكني. المتحف له يعني خلينا نحكي اهداف وجوده، هو واحد توعيه المجتمع الاردني من خطوره هاي الافه. المتحف يومي بيستقبل المؤسسات التعليميه والدينيه والصحيه شباب واولياء امور وتربويين، ايضا ابراز الانجاز في قضايا مميزه هون ضبطوها النشامه بالمتحف. في عندنا هون مثلا ماده الحشيش المخدر، احنا بهمنا انه الاهل اللي بيشوفونا الان وبسمعونا اللي بيشوفونا على الشاشه بالضبط. يعرفوا مواد الحشيش اللي يشوفوها مع ابنائهم يعني بالضبط، لانه حصلت بعض يعني. الحالات انه بعض الاهل شاف الحشيش بالبيت وابنه جاوبه اي جواب يعني قال له هذا ايش بدي اشيل الوشم، هذا دواء لكذا يعني ننتبه. هون عندنا قطعه هيها مبينه ملتيني معجونه لونها بني، احيانا تيجي لونها اسود وتيجي لونها اشقر كذا، هذه قطعه الحشيش، وللعلم ماده مهلوسه للجهاز العصبي وبتتلف مقدمه خلايا الدماغ. واحنا بنحكي هذا الحكي والان بسمعونا خبراء بالاردن وما شاء الله، هذه ماده مهلوسه للجهاز العصبي اصلها ماده مهبطه، اذا اخذت كميات كبيره بتصبح ماده مهلوسه. نعم هذا هو الحشيش موجود امامنا. بس بحكي للشباب لا تنتبهوا للمواقع العالميه دركز مشبوهه، في مواقع عالميه مشبوهه بتحاول تحكي للشباب انه الحشيش ما بياثر انه الحشيش كذا. طبعا مو هدفه بده يبيع بضاعته اكيد بالضبط هدفه لانه هي بتديرها بالخارج المواقع. هاي برضه من انواع الحشيش، هاي برضه هاي الحشيش هنا لونها اسود نفس الشيء. ايضا ننتبه لوجود مثلا سيجاره غريبه بهذا الشكل، مثلا هون عندنا سيجاره غريبه بهذا الشكل انلفت على الايد او انلفت بماكينه، يعني هذه زمان مثلا كانت جدتي وجدتك لما يدخنوا الهيشي كانوا يدخنوا السيجاره هاي. لكن سؤال، وجود هاي السيجاره مع شاب عمره 17 و18 سنه شبهه يعني نعم هذا الشاب لازم ينفحص نعم. نعم. فبالتالي ننتبه لقطعه مثل هيك او سيجاره مثل هيك نعم. لفت على الايد نعم. يعني ايضا تفضل سيدي نعم لا تفضل، يعني احنا حابين نشوف نستغل الوقت ونفرجه اخواننا بالضبط بالضبط. احنا محكومين في عندنا هنا ماده الجوكر المخدر، الناس بتعرف انه هذا الجوكر اللي ظهر بالسنوات الاخيره بالعالم نعم. هو عباره على فكره عن حشيش صناعي اخترعه كيميائي عالمي بده يبحث عن تي اتش سي موجود بالحشيش الطبيعي، يمكن نعم. موضوعه يطول اكثر لو بدنا نشرح نعم. لكن بالنهايه احنا بهمنا الناس انهم ينتبهوا اذا في ماده تبغيه شاف التبغ نعم. وسيجارتها بتشبه سيجارة الجوكر أو مادة عشبية راح تكون راح تكون مخلوطة بسم، بس السم هذا ما راح يبين بالخلطة للناس. ليش موجودة مثلا مادة بهذا الشكل بغرفة ابني؟ شو قاعدة بتساوي بغرفة صح. ابني سواء مخبيها أو مش مخبيها بدي أسأله عنها. أحيانا ننتبه لشغلة، جوابه الأول ردة فعله الأولى هي اللي بتكون بالضبط صحيح. بتكون مش ملائمة للموقف يعني خلينا نحكي بلهجتنا المحكية اللي بنحبها بنعجب بنعجب لما تقول له شو هاي بنعجب نعم بالضبط نعم. فبالتالي مواد مثل هاي ايضا الجوكر مشكلته والله من دخلت الغرفه هاي انعجقت بصراحه لا يا سيدي حياك الله يعني اول مره اشوف هاي المخدرات هاي يعني صراحه انا جوز تفضلت احيانا بتغزل بالمتاحف اللي عندنا بالضبط بالضبط. هذا المتحف هو جميل نعم وجوده كفكره نعم كفكره نعم. ولكن الاشياء الموجوده داخل هذا المتحف يعني هي حابين نفرج اخواننا المشاهدين يعني. سيدنا مشكله الجوكر غير الادمان مشكلته الموت المفاجئ، ولما نقول موت مفاجئ فعلا الموت مفاجئ نعم. يعني الشخص بينخنق تشل عنده نعم تشل عنده مراكز تنفس بالدماغ وبفارق الحياة لأنه هو قاعد بتعاطى سم نعم شخص بتعاطى سم يعني تصور شخص بيدفع مصاري من جيبته عشان يقتل نفسه يعني شيء غريب وعجيب نعم. نعم أيضا في عندنا هنا يعني بعض الماركات العالمية اللي خلينا نحكي ممنوعة ممنوع انه مثلا احيانا يكون وراح نشوفها هون ان شاء الله رب العالمين نعم. يكون مثلا في لوجو لحشيش او لوجو لمروانة على كاب او تيشيرت او غيره، وهذه بعض ادوات التعاطي الموجودة في بعض دول نعم. اوروبا نعم. وهي في عندنا هون كمان هذه لوحة تعبيرية عبروا فيها الأردنيين عن رفضهم لهاي الآفة. أيضا إحنا تشرفنا بهذا المتحف بزيارة لصاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير حسين بن عبد الله الثاني، أيضا وشح توقيعه السامي على هذه اللوحة عبر فيه مع الأردنيين عن رفضهم لهاي الآفة. ايضا ماده الهيروين المخدر هاي الهيروين طبعا الهيروين اذا بدنا نيجي للصحة خلينا نحكي الناحية الجسدية هو اخطر نوع مخدر بالعالم الهيروين. الهيروين نعم هذا بقتل المورفين الطبيعي اللي بالنخاع الشوكي بصير يشتغل محله، بس يعني احنا لحسن حظنا انه الهيروين بالشرق الاوسط شحيح
فبالتالي هو شحيح يعني في الأردن ومنطقتنا، هي أغلى مادة بال... نعم هي والكوكايين أغلى مادة. بس كمان ننبه الأهل حتى لو أنه شحيح، ننبه الأهل أنه البودرة الغريبة إيش ما كان لونها موجودة مثلا حتى العلب المحطوطة بها يعني ننتبه لها كمان بالضبط كأهل بالضبط يعني. بالضبط بودرة غريبة، هي هون مثلا إسرنج، ابني تخصصه مش طبي ما باخذ او نعم. ما باخذ انسولين، ليش مهتم لي باسرنج دائما؟ نعم. وعندنا هون ماده الكوكايين المخدر. نعم. هاي ماده الكوكايين لديها نعم. الان ايضا شحيحه منطقه الشرق الاوسط. هذه بالونات بلعها شخص في احد السنوات وادت لقتله ووفاته، كان بيستخدمها وسيله نعم. تهريب. بعض الحبوب ايضا المخدره نعم. الموجوده هون عندنا. هذه سيدي سوء استخدام المستحضرات الطبيه في غير الحالات المسموح فيها. نعم. الفيصل بيننا وبين الشخص الوصفه الطبيه والتقرير اذا اعطيت بكنترول برقابه من الطبيب احنا معها. نعم. لكن نعم. خارج هاي المعادله بتتحول قضيه. نعم. نعم بتصير لانه نعم سيد. هون عندنا حبوب الكبتاغون كمان، لو في وقت كان شرحنا طيب. عنها اكثر. انا يعني انس بيك يعني حكينا عن بعض الانواع، ولكن انا حاب نسال كيفية تهريب هذه يعني هو يعني الأساليب اللي التاجر استخدمها لإدخال هذه المواد. سيدي هذا يعني إحنا بعد ما تعرفنا على هذه المواد كيف دخلناها كتاجر؟ سيدي هذا سيجال. نعم. سيجال قائم بين الخير والشر، ومهربين المخدرات بالعالم يعني بيحاولوا أنهم يطوروا أنفسهم، وإحنا بنحاول كمان وبنبذل جهود كبيرة إن نطور معهم. نعم نطور معهم ونسبقهم إن شاء نعم. الله رب نعم. العالمين. في عنا هون بعض وسائل إخفاء المخدرات، يعني شوف هذا كمان وسيلة قديمة من أيام ما كان هاي المسجلات موجودة. لاحظ هنا الأطباق موجودة عنا. هاي القضية على فكرة أنت بتشوفها طبقين محطوطات أمامك. نعم. هذول 4000 طبق هرب فيهم 200 هرب فيهم مليونين حبة. نعم. نعم. تمكنوا النشامة من ضبط المليونين نعم. حبة نعم. بال4000 طبق. هون عنا الزيتون رح نشوفه لقدام إن شاء الله رب نعم. العالمين. نعم بشكل لاحظوا سريع. لاحظوا كمان هنا عندنا مثلا عندنا هنا مكانس عندنا كذا عندنا كذا الكتب يعني الكتب بالضبط وحط فيهم التهريب. نعم حتى احيانا ترى على فكره يعني سواء بالاردن او برا الاردن حصلت قضايا حتى الكتب السماويه ما سلمت من مهربين المخدرات اللي بده هم بدهم اساليب هو بتاجر بالحرام وماله نعم. حرام وماله سحت فبالتالي بالضبط. لاحظ ايضا هون في طرق يعني هي تقليديه قديمه حديثه قديمه حديثه نعم. التهريب نعم, نعم. يعني احنا بجوز باخر موقف بدقيقه الان هي هنا نتحدث عن بعض اساليب التهريب. هاي قضايا حديثه هاي حديثه نعم نعم هاي قضايا حديثه. لا هاي تلك الزيت صح طب نعم. لكن الحمد لله رب العالمين يعني احنا في عنا اجهزه علميه حديثه، ايضا في عنا خبره العاملين والتمرس نعم. وكذا، فبالتالي يعني قادرين على كشف هذه الاساليب. هذا الزيتون هو زيتون بلاستيك كان بلاستيك داخل يعني 7 حبات يعني كانوا حوالي مليون الا ربع حبه بهذا الشكل. نعم نعم هاي لكن هاي نعم لكن الحمد لله رب العالمين كميات كبيره نعم. جدا. هاي على فكره قضايا الزيتون هذه وقضايا بعض المواد الغذائيه اللي مقلده بهذا الشكل مثل الجبن وغيرها الاداره عندنا ضبطت سلسله قضايا متتاليه. ايضا بعض الاساليب الموجوده هون لاحظ حجر هذا القدر وايضا هذا الحجر يعني داخل تحيله من هون ايضا الحجر نعم داخلين ايضا هاي القضيه حديثه في مطار عمان هاي هذا الفرن نعم 5000 حبه عفوا 6000 حبه من حبوب الكبتاغون المخدر الحمد لله تمكن نعم تمكنوا النشامه الحمد لله من ضبطها. يعني الجهاز عندنا جهاز متطور الحمد لله رب يعني العالمين. يعني انس بيك انا الان يعني بنهايه فقرتنا احنا اكيد متحف بده او ساعات ساعات لشرح كل باترينا بدها كل وقت كل باترينا بدها وقت، ولكن رسالتك الان انس الراد انس الطنطاوي لكل المشاهدين واخواننا اللي بيشوفونا الان الى ابنائهم اسرهم اخوانهم اولاد عمهم اي واحد يشوف الان شوف توجهه رساله. يعني احنا بالدرجه الاولى بنحب احيانا نخاطب الشباب، يمكن قبل شوي مدير الاداره عطوفه انور بيك نعم. ايضا خاطب الاسر وخاطب الشباب، لكن احنا بنحكي للشباب يعني يا شباب احنا بنفتخر فيكم وانتم شبابنا يعني اللي ان شاء الله رب العالمين وشبابنا الجيل السابق انبنى الوطن على ظهور نعم. شبابنا الجيل السابق وان شاء الله بنبني الوطن على ظهور وقلوب ومشاعر وشبابنا الجيل الحالي. فبالتالي بس بدنا من الشاب شغله واحده نعم. ثقتك بنفسك تبقى عاليه وتحكي لا للغلط، احكي للغلط لا والف لا. احنا رجال واحنا النشامة شباب، احذر من المروج اللي بده يعرض عليك الجرعة. المروج ما رح يقول لك انا مروج ولا رح يحمل قارمة بالشارع مكتوب عليها انا مروج، رح يدعي انه صاحبك. قل له لا والف لا. شكرا. وتواصل مع الأجهزة المعنية وبلغ والتعامل بسرية. شكرا انس بيك كل الاحترام طنطاوي. الله يكرمك هذا واجب. شكرا لكم انتم. شكرا لك.